العثور على جثة السفير الصيني في إسرائيل ميتاً في منزله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل دوياً في داخل مقر إقامته في مدينة هارسلا الإسرائيلية. وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني دون تقديم تفاصيل إضافية. وتولى الدبلوماسي الصيني البالغ من العمر 57 عاما منصب سفير بلاده لدى إسرائيل في يناير الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.